وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعات المصرية إبدأ بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراغون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات والتي من أهمها التعليم الفني والبحث والتطوير بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجال الطاقات المتجددة. وقعت شركة إبدأ لتنمية المشروعات الذراع التنفيذي للمبادرة لتطوير الصناعة المصرية إبدأ بروتوكول تعاون مع مجموعة موندراغون الإسبانية بهدف تعميق أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات، وذلك على هامش مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي. ويشتمل بروتوكول التعاون الذي وقع اليوم على مجالات عديدة منها التعليم الفني والبحث والتطوير بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا في مجالات الطاقة المتجددة وغيرها من القطاعات الصناعية ذات الصلة، مما يسهم في خلق مزيد من فرص العمل المحلية المستدامة، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات لتصميم وتطوير البرامج التدريبية والتعليمية لإعداد كوادر مؤهلة وقادرة على تلبية الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل المحلي والدولي. وخلال التوقيع أكدت الدكتورة أمان عيد الرئيس التنفيذي لشركة إبدأ أن هذا التعاون هو أولى ثمار نجاح الشركة بين إبدأ وشركة كوبريكي الإسبانية، فهو يعد بمثابة الشرارة الرئيسية لتشجيع مجموعة موندراغون العالمية على زيادة استثماراتها في مصر في قطاع الصناعة وقطاعي التعليم الفني والتدريب التقني. كما أكدت الدكتورة أمان عيد على سعي مبادرة إبدأ الدائم لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لا سيما الاستثمارات الصناعية لدعم وتطوير قطاع الصناعة، مما يساعد في إحلال الواردات وتعظيم الصادرات المصرية وتعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية. وتعد مجموعة موندراغون العالمية واحدة من أكبر الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز لإنشاء مصنع كوبريكي مصر، ليصبح أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز للبوتاجاز في مصر، والذي تصل طاقته الإنتاجية لأكثر من 10 ملايين صمام أمان غاز سنوياً.